بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. احنا السنة دي كنا في سهرات كياك بندرس مع بعض الموضوعات المتعلقة بتدبير الخلاص. في أول مرة أخذنا مفهوم الغفران، وإن الغفران مش بس نتيجة التوبة لكن نتيجة دم المسيح، الثمن المدفوع من أجل خلاصنا. وبعدين اتكلمنا عن أعمال المسيح الخلاصية وحطناهم في ثلاث عناوين كبيرة: التعليم، الشفاء، الفداء. التعليم علمنا عن الآب، فعرفنا معرفة الروح القدس والآب والثالوث معرفة حقيقية، وعلمنا عن محبة الله اللي ما كانش البشر واخدين بالهم منها، وعلمنا كيف نحيا حياة التقوى. الشفاء رجع لنا الصورة اللي اتخلقنا عليها، ورجع لنا التبني لله الآب، ورجع لنا أن نكون شركاء الطبيعة الإلهية. أما الفداء فخدناهم في كلمتين أو ثلاثة: البدلية، إن هو مات بدلنا، والفكاك، إن هو فكنا ورجع لنا الحاجات اللي كانت ضايعة مننا، والشفاعة الكفارية، إن هو بيشفع فينا بدمه أمام الآب. وخدنا موضوع عن البكر، ودي اللي بتفسر لنا علاقتنا بالمسيح، وإن ما عمله بالجسد كان باسمنا، هو اللي عمله لوحده، محتاجش حد يكون معاه، لكن اللي عمله ده كان لينا. النهاردة هركز في نقطة، حكاية إزاي رجع لنا الصورة. احنا اتخلقنا على صورة الله. يعني ايه صورة الله؟ هنقسمها برضو ثلاث نقط تفهمنا يعني ايه صورة الله فينا: فكريا، اخلاقيا، اجتماعيا. من جهة الفكر، ان احنا ربنا ادانا عقل، لان هو الله هو العقل الكامل المطلق، الله كله عقل، فادانا ان احنا نكون مراية نعكس صورته او حقيقته، بان احنا نكون كائنات عاقلة. والانسان اللي هيبقى فعلا صورة الله يبقى بيفكر زي ربنا، فكر في الخير والصلاح والنقابة، في خدمة الناس، فايدة الناس، لأن الله كده. أخلاقيا هو الله كامل في كل الصفات الفضائلية، فالإنسان يبقى أخلاقه زي ربنا، إن كان التعبير ده ما ينفعش نقول على ربنا أخلاقه يعني، لكن معناها إحنا بنتعلم منه إزاي نسلك سلوكا تقويا. اجتماعيا، ان احنا نؤمن بإله واحد مثلث الأقانيم، فمفروض احنا مهما كترنا نبقى واحد. يبقى صورة الله فينا ان احنا يبقى عندنا عقل نفكر كويس، عندنا نموذج نسلك مثله في الفضيلة والتقوى، ونمرة ثلاثة نبقى كتير لكننا واحد. أبائنا القديسين شرحوا حاجة، هقول لكم تعبير قاله القديس كليماندوس السكندري. قال: إن الصورة نالها الإنسان فور خلقته، بينما الشبه كان مقدرا أن يتخذه الإنسان من خلال عملية تدرج في الكمال. يعني إيه الكلام ده؟
ساعات ما ربنا عمل الخطة بتاعت خلق الإنسان قال نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، ولما نفذ الخطة يقولك فخلق الله الإنسان على صورته على صورة الله خلقه، وما جابش سيرة الشبه. في حد من الآباء قال له هي هي ما تشغلش بالك، الصورة والشبه كلمة واحدة. والقديس كليمندوس قال لا، أنا ملاحظ إن الصورة ربنا غرسها فينا من يوم ما خلقنا في آدم، لكن ادانا فرصة أن نتشبه به. الشبه كان مقدرا يتخذ الإنسان من خلال عملية تدرج في الكمال. يعني زي ما يكون طفل اتولد شكله زي أبوه بالظبط، لكن احنا بنأمل انه طول ما هو بيكبر بيقلد باباه في الحاجات الصح. الأب ده راجل صالح طيب خير بتاع كنيسة، فنشوف ابنه طالع بيتعلم منه، فالصورة انطبعت فيه في الطفل دوت بدون تدخل منه، لكن هو مطلوب منه مجهود ازاي يطلع حلو زي بابا. لو هو ما تمثلش بابوه، اي واحد يبص يقول هو ده مش ابن فلان، نقول اه عرفت ازاي، يقول لا مش عايز ذكاء، ده شكله بالظبط، بس هو ليه مش عامل زيه، ده ابوه راجل طيب، هو طالع ليه عنيد ومتعب ومتمرد، نقول له حاجة غريبة يعني. فكان مفترض ان ربنا غرس فينا صورته وطالب مننا ان احنا نتشبه به. والقديس إيريناوس يقول الصورة تتضمن المواهب الطبيعية خصوصا العقل والنطق على شبه ومثال اللوغوس اللي هو كلمة الله، ويرتبط بها كمان حرية الإرادة. وقال دي، ركزوا في المعلومة دي، قال دي لم تفقد من آدم بالخطية، يعني لسه الإنسان عنده عقل وبيتكلم وعنده حرية بالرغم من سقطة آدم. لكن التشبه بالله قال ده فائق للطبيعة، وهو اقتناء الكلمة لغس وشركة الروح، وده آدم فقده واسترجعه المسيح. يعني احنا كنا صورة الله، يعني عندنا عقل، والإنسان يميل ناحية الفضيلة، وآدم حاسس ان هو حواء كيان واحد، دي صورة الله. لما الإنسان سقط الصورة لم تفقد تماما، لسه في عقل بس بيفكر غلط، ولسه في نطق لكن ممكن يتكلم بكلمات غير حكيمة، ولسه في حرية إرادة لكن ممكن أكتف نفسي تحت عبودية الشيطان أو الخطايا. أما التشبه بالله ما أمكنش بقى لآدم ولا اللي بعده. ويقول القديس كليمندوس كلمة الله اللي هو ربنا يسوع هو صورة الله، والإنسان الحق هو صورة الكلمة. العقل الذي في الإنسان هو بحسب صورة الله ومثاله، عشان كده صار الإنسان ناطقا. لاحظوا ان هما مركزين على ان الصورة ان احنا عندنا عقل وبنتكلم. الصورة دي تشوهت بسبب الخطية. لما جه المسيح
رجع لنا الصورة، بس بشبهها زي ربنا يحميكم جميعا لما يكون في إنسان في كمال صحته ولياقته البدنية وجمال الوجه، شاب كده حاجة الواحد يشتهي أن ينظر إليه من الجمال اللي فيه، ويقول الولد ده هيطلع حاجة حلوة أوي. جت حادثة دمرته. الحادثة تحصل في لحظة، لكن العلاج يحتاج زمن. عشان كده الصورة تشوهت في لحظة خطية آدم وحواء، لكن العلاج والعودة إلى الصورة بيحتاج وقت، وده اللي أنا هشرحه دلوقتي، كيف نستعيد صورة الله فينا. العلامة ترتليانوس قال بواسطة المعمودية يستعيد الإنسان ملامحه التي تشبه الله. أول بداية العلاج في المعمودية. في المعمودية بيتزرع فينا الصورة والتصحيح، لكن مش بتنتهي القصة. احنا عندنا شغلانة كبيرة. يقول عنها معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الثانية: نحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. يعني مفيش برقع أيام موسى، كما في مرآة، بصين لربنا كأننا شايفينه في مراية. بس الحتة اللي بعدها بتقول إيه؟ نتغير إلى تلك الصورة عينيه، من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. قولوا لي، نتغير ده فعل ماضي ولا مضارع ولا مستقبل؟ إيه؟ مستمر، نتغير. إذن هي عملية تغيير مستمرة. عشان كده قال من مجد إلى مجد، يعني من مرحلة لمرحلة. مين اللي بيعمل ده؟ قال الروح، الرب الروح، الرب يعني الروح القدس. تخيلوا أنا داخل مرسم بتاع واحد فنان، ولقيته ماسك لوحة وماسك ريشة وعمال بيحط خطوط. بقول له هتعمل ايه؟ قال لي هعمل مثلا أيقونة للعذراء. اقول له بس شكلها وحش قوي. قال لي انت لسه شفت حاجة؟ ده انا لسه بحط اول الخطوط. لو فوت عليه بعد اسبوع اقول له مش قلت لك من الاول انها مش حلوة؟ يقول لي ما تحكمش الا امتى؟ لما اطلع الفينيشن، أول ما طلعها في الآخر تبقى تقول لي دي حلوة ولا وحش. فهي عملية رسم. الروح القدس بينقش فينا ملامح المسيح. نتغير إلى تلك الصورة عينه. البداية كانت في المعمودية، والاستمرارية في عمرنا اللي بنقضيه مع ربنا. من مجد إلى مجد، يعني كل مدى الملامح تبتدي تتضح لغاية ما تخلص في الآخر. احنا دلوقتي لسه شغالين، ربنا بيرسم فينا. يعني تلك الصورة عينها اللي هي صورة الله فينا، اللي هي المسيح نفسه اترسم فينا. عشان كده يقول معلمنا بولس في نص تاني: الذين سبق فعرفهم سبق فعيانهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه، ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. فاكرين البكر؟ قلنا المرة فاتت ولا قبلها؟ هو يبقى البكر بتاعنا، نبقى احنا شكله. هنا خلي بالكم مش مقصود بيها لون البشرة او لون الشعر او لون العينين، مش هو ده بنتكلم عنه. احنا بنتكلم عن شخصيته. الروح القدس ينقش فيك ملامح المسيح من جهة الاتضاع والوداعة والطهارة، النقاوة، الخيرية، الإبوة، الاحتضان، إنك تشفق على الناس،
وتلاقي الحكاية دي إيه بتنمو في الإنسان. إمتى الروح القدس يشتغل؟ لما نديله فرصة، لما بتحضر القداس فرصة للروح القدس يشتغل. لما تحضر تسبيحة زي كده، احنا ليه نسهر من 10 بالليل لستة او 7 الصبح؟ دي فرصة للروح القدس ينقش فينا اللي عايز يعمله. لما تقعد في البيت تصلي في مخدعة، فرصة للروح القدس يشتغل. لما تمسك الكتاب المقدس تقعد تركز وتقرأ ومعك قلم وورقة وبتعمل دراسة دقيقة، روح القدس يشتغل. لما تشعر انك غلطان وتروح تقعد مع اب اعترافك وتعترف اعتراف امين، روح القدس يشتغل. لما تنزل في خدمة في مدارس احد ولا اجتماع شباب ولا خدمة كرة او اي نوع من الخدمة، روح القدس شغال. كل الفرص الروحية بتدي فرصة للروح القدس يشتغل. بس خلي بالكم عشان ما نخدعش نفسنا، ممكن احضر القداس ما اخدش حاجة، كنت سرحان، كنت بتكلم، كنت بتحرك، كنت بخدم مش بصلي. فالروح القدس يبقى انا مزوغ منه. عمركم شفتوا الام اللي نفسها تأكل ابنها وهو مزوغ منها مش عايز ياكل؟ تمسك كده علبة زبادي وتجري وراه ويدخل تحت السفرة وتدخل وراه ويبقى جهاد. ولما تأكله تحس ان هي عملت انجاز، فرحانة ان هو اكل. وتخيله هو قاعد يضحك عليها، يحوش الاكل في بقه وبعدين في الاخر يتفه في وشها، تبقى متضايقة ازاي الواد ما استفادش من المجهود اللي أنا عملته، الأكل اللي أنا بحضره له. لكن لا تيأس، تعاود مرة تانية والثالثة، لأنها في الآخر عايزة تشوف ابنها صحيح وسليم. روح القدس بيلحق علينا كده. ممكن تيجي تحضر قداس تقول له مش فاضي، بصحى بدري، دي متعبة بالنسبة لي، ليش مزاج هرسم فيك صورة المسيح، أنا مش واخد بالي إن الحكاية كده. ممكن تيجي بدري في القداس، لا هروح قبل الانجيل عشان الحق اتناول، تعال بدري عشان تلحق اشتغل جواك، هرسم فيك ملامح المسيح. كل الفرص الروحيه هي فرصه ان نتغير الى تلك الصوره عينها، من مجد الى مجد كما من الرب الروح. لما جه قال ربنا دعا بعض الناس ان يكونوا مشابهين صوره ابنه، يقول الذين سبق في عينهم فهؤلاء دعاهم أيضا، والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضا، والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. لو عديتوا معايا الأفعال دي هتلاقوها 5: عرفهم، عينهم، دعاهم، بررهم، مجدهم. تقدروا تقولوهم عشان تصحصحوا؟ أول حاجة إيه؟ عرفهم، عينهم، دعاهم، بررهم، مجدهم. قولهم تاني: عرفهم، عينهم، دعاهم، بررهم، مجدهم. مين يقدر يقول لي احنا في اي مرحله في الخمسه دول؟ تبرير، احنا في نمره 4. التبرير ده ابتدى يوم المعموديه وهيخلص يوم ما ننتقل. ومال التمجيد فين؟ في السماء في الأبدية. يعني إيه بررهم؟ يعني بيصنفرهم، بينقش فيهم ملامح المسيح. تبتدي الحكاية من العمودية وشغال طول العمر. فينا ضعفات ربنا مقدر دي، يقول معلش الحتة دي تقيلة، الحتة دي خشنة، الحتة دي نشفة، محتاجة ان انا اقعد اتك عليها شوية عشان تعمل ملامح. عارفين لو ان قطعة من الحجر بيعملوا فيها تمثال، لو الحجر ده بيحس كل شويتين يصرخ ويقول كفاية، والفنان يقول له بس طول بالك هعمل منك شكل جميل.
عشان كده احيانا عمليه التبرير بتاخد الم، لان ربنا بيقصقص مني حتت مش حلوه، وانا في عدم ادراك اصرخ واقول له ليه يا رب، يقول لي بس طول بالك، هعمل منك حاجه حلوه، هعمل فيك صوره المسيح. اللي فاهم دي يبقى فرحان، احسبوه كل فرح يا اخواتي حينما تقعون في تجارب متنوعه، لانها بتنقش فيك ملامح المسيح المتالم. طيب هتخلص امتى حكايه نقش الصوره دي؟ احنا قلنا تبتدي في يوم المعموديه، تستمر طول العمر لغايه لما نتنيح. المرحله الاخيره في قيامه الاموات. اسمعوا النص الجميل ده في رسالة فيليبي، بيقول فإن سيرتنا نحن هي في السماوات التي منها ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح، الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده. يعني لسه هيغير. شوفوا كل اللي بيعمله ربنا طول ما احنا عايشين، حتى القديسين العظماء لسه ناقص لهم الفينيشنج. عارفين الفينيشنج؟ احيانا لما بنعمل ايقونه في الكنيسه تلاقي الفنان عملها عنده في المرسم وجي علقها في الكنيسه، بس جايب معاه ادواته، هتعمل ايه؟ يقول بعد ما علقها لسه في حته تترمم، حته مش عارف ايه، عشان تطلع جميله. اللي بيعمل موزاييك اللي هو الفسيفساء يعملوا عنده ويجي يركبه، بس لازم يعمل التشطيب. فاحنا التشطيب بتاعنا امتى؟ قولوا قيامة الأموات. هيغير شكل جسد تواضعنا. كلمة تواضع هنا بمعنى المهانة والمذلة والحاجة القليلة، الوضيع، يعني حاجة قليلة قوي. جسدنا ده وضيع بالرغم انه محترم، لكن لانه في احتياجات كثيرة. كلنا في السهرة دي بنبقى متهللين بالروح لكن مرهقين بالجسد، والواحد فينا يغالب النوم بالعافية. مش ده ضعف في الجسد؟ لما يكون الواحد جعان تلاقيه مدروخ. جسدنا ليه احتياجات. طيب لما نكون على صورة جسد مجده هيبقى الجسد فيه احتياجات. فدي الصورة الأخيرة. واللي قاله في فيليبي قاله بصورة أخرى في كورنثوس الأولى 15. كما لبسنا صورة الترابي، اللي هو مين الترابي؟ آدم. سنلبس أيضا صورة السماوي اللي هو مين؟ المسيح. ليه؟ قال عشان الطبيعة اللي هي اللحم والدم لا يقدران أن يرث ملكوت الله، ولا يرث الفساد عدم الفساد. طب هيحصل إيه؟ قال في لحظة في طرفة عين عند البوق الأخير، فإنه سيبوق فيقام الأموات عديمي فساد ونحن نتغير. لسه هنتغير؟ يقول آه، لأن هذا الفاسد الجسد ده لابد أن يلبس عدم فساد، وهذا المائت يلبس ايه؟ عدم الموت. وده يبقى صورة الله، لان الله مش فاسد حاشا ولا مائت. طب ما احنا عندنا فينا فساد لسه، يزرع فساد ويقام في عدم فساد. عشان كده هنخلص منه يوم القيامة. ونختم بنص واضح جدا قاله معلمنا يوحنا في رسالته الاولى اصحاح 3، بيقول ايها الاحباء الآن نحن أولاد الله. دي من إمتى؟ من المعمودية. ولم يظهر بعد ماذا سنكون. في حاجة أكتر يقول آه، نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله لأننا سنراه كما هو. عشان كده يقول معلمنا بولس لأنكم قد متتم. إحنا متنا فين؟ المعمودية. وحياتكم مستترة في المسيح في الله. عشان كده متى أظهر المسيح في المجيء الثاني؟ حياتنا
فحينئذ تظهرون أنتم أيضا معه في المجد. أنا خلصت بس عايز أراجع. إحنا اتخلقنا إيه؟ على صورة الله، وكنا مدعوين إن إحنا نعمل إيه؟ نتشبه بيه. الصورة باظت والتشبه بقى مستحيل بسبب خطيئة آدم. لما جه المسيح بيرجع لنا الصورة، بدأها في المعمودية والروح القدس شغال طول العمر. في إنسان بيستجيب كتير وبسرعة، تلاقيه بقى فضائلي، تلاقيه فيه الوداعة والطيبة والحنية والقداسة والاتضاع والحكمة. وفي إنسان تاني مزوغ من ربنا، وطالما احنا في المجال ربنا هو شغال. لكن كمان هتكمل بالحقيقة في الأبدية لما نقوم الأموات، نراه كما هو فتنطبع صورته فينا بالحق، لدرجة ان احنا في السماء هنبص في وشوش بعض نلاقي شكل المسيح، لان هيبقى هو النور اللي نور علينا. وطبعا لو انا متخيل الكشاف اللي قدامي ده لونه ازرق هيبقى شكلنا ازرق، لو لونه اخضر هيبقى شكلي اخضر، طب لو لونه المسيح هيبقى شكلي ايه؟ المسيح. ناقص حتة بقى، إذا كان هو هيزرع فينا الصورة وبالروح القدس عمال شغال فيها، إحنا علينا إيه بقى؟ نتشبه به. تعلموا مني لأني وديع متواضع القلب. ساعة ما غسل أرجل التلاميذ قال لهم أنا عملت كده عشان تعملوا مع بعض، مش أنا المعلم، حسنا تقولون أنا سيد المعلم، زي ما أنا عملت أعمله. عشان كده احنا في التسبيح هنقول له نتبعك بكل قلوبنا، ان احنا ماشيين وراك يا رب نتشبه بيك. فاكر لما كنا اطفال قالوا لنا في مدارس احد اي موقف يتعرض عليك تعمله اسال نفسك، لو المسيح معايا دلوقتي هعمل ولا مش هعمل؟ نمره 2، لو هو طلب منه الحاجه دي هيعملها ولا هيقول لا؟ فاحنا نعمل ما يعمله المسيح ونرفض ما يرفضه المسيح. طول ما احنا بنعمل كده فعلا شكلنا الداخلي يتحول الى صورة الله حسب قصده الإلهي. لإلهنا المجد الدائم الى الأبد، آمين.